أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون بأن التقارير بشأن قبول أو دراسة واشنطن تقديم تنازلات جديدة لإيران كجزء من إعادة الدخول في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 خاطئة بشكل قاطع. وأضافت واتسون بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي لن يقبل بشروط تجعل إيران تسرع في برنامجها النووي، كما نفت الأخبار أو نفت الأخبار المتعلقة بأن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف وأيضا الإعفاءات إلى الشركات الأجنبية. وكان موقع إيران انترناشونال كشف في وقت سابق بأن إدارة بايدن قدمت تنازلات تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفا إيرانيا. وفق الموقع فإن التنازلات تشمل أيضا الإفراج الفوري عن أصول في كوريا الجنوبية تقدر بسبعة مليارات دولار، فضلا عن بعض التنازلات الأخرى. كشف موقع إيران انترناشونال أن إدارة بايدن قد تقدم تنازلات لإيران بشأن الاتفاق النووي تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفا إيرانيا. ووفق الموقع فإن التنازلات تشمل الإفراج الفوري عن أصول في كوريا الجنوبية تقدر بسبعة مليارات دولار، كما أن التنازلات قد تشمل تخفيف العقوبات عن 150 مؤسسة إيرانية. وستسمح التنازلات الأمريكية وفق الموقع لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط في 120 يوماً، كما أنها ستلغي ثلاث أوامر تنفيذية لترامب في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق. ووفق الموقع فإنه سيتم إعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حالة الانسحاب الأمريكي، كما سيتم السماح لإيران بمواصلة بحث وتطوير برامج الطاقة النووية لعشر سنوات إضافية، إضافة إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي قد يتم خلال 120 يوماً، كما سيؤدي لتبادل الأسرى الإيرانيين والأمريكيين. في الأثناء أعلن مصدر إسرائيلي بأن حكومة تل أبيب نقلت إلى واشنطن مخاوفها بشأن مسودة الاتفاق النووي. المصدر قال بأن رئيس الوزراء يائير لابيد بعث إلى البيت الأبيض رسالة تفيد بأن المسودة لا تتوافق مع الخطوط الحمر لإدارة بايدن. كما نقل المصدر عن لابيد بأن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق في حال توقيعه وستقوم بكل ما سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن لدى بلادي خلافات تكتيكية مع الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق النووي. برايس قال بأنه عندما يتعلق الأمر بالهدف النهائي فإن واشنطن وتل أبيب متفقتان على ألا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي على الإطلاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني في مكالمة هاتفية مع نظيره العماني بأنه في حال تضمن الرد الأمريكي ضمان فوائد إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي فإن الصفقة ستدخل مرحلة جديدة، مؤكدا بأنه لا يمكن لإيران أن تجزم على وجه اليقين بموقفها حول التوصل إلى اتفاق أم لا في الوقت الحالي. إلى ذلك يزور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، حيث وصف مسؤولون إسرائيليون الرد الإيراني على مسودة الاتفاق بأنه تغير في التوجه لكنه لا يلغي وجود الكثير من المخاوف الإسرائيلية بشأنه.
اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.